شنو نشوفوا في التصويره هذه؟ طفل صغير مازال في كرش امه، لكن احنا مازلنا ما نعرفوش اذا هو صغير والا صغيره. الحاجه هذه مازال في كرش امها، زعما شنو دينها، شنو ثقافتها، شنو لغتها، شنو اتجاهها السياسي، شنو اتجاهها الجنسي، زعما تحب الترجي ولا تحب الافريقي. برشا حاجات مازلنا ما نعرفوهاش، لكن احنا كبشر نحسوا بالتعاطف ونحسوا بالحب تجاهها، خاطرها مازالت نقيه، مازالت طاهره. لجوغ اللي تتولد باش تتقيد على عائله وعلى حومه وعلى بلاد، باش تورث ثقافه وباش تورث لغه وباش تورث دين، واذا كان تبعتنا باش نحبوها، واذا كان ما تبعتناش باش نكروها. هذاك علاش انا اليوم اخترت باش نحكي على الاحياء من نهار اللي تولدوا، علاش نختاروا باش نعيشوها، وعلاش نعملوا اهداف، وعلاش نعملوا طموحات اصلا. يعني سؤال علاش احنا موجودين هو سؤال صعيب، حتى اينشتاين ما قدرش يجاوب عليه. لكن انا عشت تجربه صغيره مع احساسي بالموت، حاب نحكيها معاكم، وشنو ما تغير من وقتها وشنو اللي صار، معلش اخترت اني نعيش. اسمي سيوار الحكيم، عمري 23 سنة، تولدت في مدينة صفاقس من محيط وعائلة محافظة برشا. لبست الحجاب عمري 11 سنة، وكنت من أنا صغيرة نعشق الفن ونعشق الموسيقى. أما قالوا لي الفن والآلات البدنية حرام، هذا ما منعش اللي أنا مشيت خدمت وشريت كمانجا وتعلمت. في نفس الوقت زادا كان مازال عندي طاقة، نحب الفن برشا، دونك عملت هذا كنت متحاجبة، دونك عملت برشا أعمال فنية كيما تشوفوا. كبرت وحبيت اني نحب ونتحب، ولكن ما نجمش اذا كان ما نعرسش. وطبعا يعني الزوج والراجل كان لازم يكون متدين او اكثر باش نعيش يعني في الامن والامان. وهذا ما يمنعش انا زيدا من الداخل حبيت اني نعرس. دونك خطبت عمري 18 وعرست عمري 20. في هذوكم العامين الحاجة الوحيدة اللي كان عندي الحق نعملها اني نمشي نقرا. وطبعا يعني اي نشاط اخر غير القراية كان ممنوع. المهم بعد العمر متاع يعني بعد ما خطبت، بعد ما عرست، تخنقت، فديت، حاولت نعمل كل شيء باش ننجح الزواج متاعي. يعني من أول ليلة متاع عرس عرفت اش معناها عادات، وعرفت اش معناها طاعة ثم الطاعة ثم الطاعة، وعملت كل شيء يعني، وصلت حتى نغسل وساقين باش نرضيه. بعد 6 شهور من العرس قررت اني نطلق، فقط يعني الطلاق كان هو نقطة البداية لبرشا حاجات أخرى. باش نحكي باختصار في شهرين شنو اللي صار. أول حاجة أنا حيت الحجاب، خاطر أنا من قبل نحب النحية، لكن مانيش مقتنعة، يعني مش مقتنعة بيه، لكن مانيش عندي الجرأة ولا الشجاعة اني نحيه، خاطر العباد متعوده بيه بصوره معينه. يعني سوار متدينه من تولدت كهو، ما نجمش، ما عنديش الجرأه. لكن بما ان الطلاق اللي هو اكبر خوف بالنسبه لي صار، يعني هما يحكيوا كملت نحيتو. برشا عباد كنت اعتبرها قريبتلي بعدت، تعرضت للعنف، اضطرت وبنت في الشارع،
خسرت قرايتي، كان عندي طموح واحد اللي كان مسموح لي به هو القراية. كان عندي 18 معدل على 20، جبت 10 في السيمستر هذيك. دونك كان حبيت ناخذ جائزة رئيس الجمهورية، حبيت ناخذ دي بورس باش نخرج لبرا. طموحي هذاك زاد طاح، وبعد هربت، هزيت فاليز من صفاقس، هربت لتونس على اساس انا سي ما عادش باش نرجع. هيك الفاليز فيها كل شيء، هزيت دبشي، فلوسي، باسبوري، ذهبي، اللي بقالي يعني. وصلت لتونس، انا هبطت بالتاكسي والتاكسي هرب لي بالفاليز. يعني اوكي، من بعد وليت من مركز لمركز على هيك الفاليز ليلتها. انا حسيت اول مره بالمعنى الجنون يعني. من كثر الالم والوجيع طلع لي مرض في ظهري وما حسيتش فيه. كبر لين بعد 15 يوم من الحادثه نتاع السرقه، عملت عملية نحاولي لي 6 كيلو مادة، معناها هكا دي تيوب كبار. وقتها ما نعرفش شنو نقول، يعني الإحساس اللي حسيته كل شيء خسرته في ظرف شهرين. عائلتي، أصحابي، بدني، قرايتي، طموحي، أي حاجة نحب نعملها في الدنيا هذه خسرتها. وقتها بات بوست على الفيسبوك وفيها التصويرة هذه، كتبت اون باد، يعني قلت نودع في العباد، انا باش نمشي. فما ناس تفاعلت وجدت من تونس الكل، اللي جا من سيدي بوزيد ومن قفصة ومن تونس من بنزرت، ناس ما نعرفهاش، ما نعرفش وجوهها. نتذكر كدوات، كتب، ورود. هذيك وقتها قلت سوار مازال ثم الامل، مازال ثم علاش يمكن مش تعيد معنا. وقتها زاد لقيت منحه على الانترنت، بعثت لهم، تقبلت معناتها في ظرف نهارين. قلت ما في زاد معناتها سينيا باش تكمل وتقوم شويه. كي كلموني يقولوا لي تقبلت تنجم تجي، قلت لهم اي نجم نجيبي، مازال شهر وقتها وانا ما اتحركش في الفرش، يعني 3 شهور وقتها في الفرش ما نجمش نقوم. قلت لهم اي باش نجي، ولا عندي باسبور ولا حتى شيء. دونك اول حاجه عملت رجعت لتونس نمشي بشويه بشويه، حتى معناتها كنت زواليه وقتها، حتى باش ناخذ تاكسي ما نجمش. كنت نمشي معناتها بالمترويل، وانا نمشي هكا بشويه كيما قلت لكم من مركز لمركز. مربطوني محاكم الكل دخلت لها، عملتهم الكل باش نجيب هكا الباسبور اللي نشوفه بالله تعرفش شكون، بالمعارف بالرشوه رجعوا لي باسبور. يحب ننطلق، نحب نعيش حياتي وننسى هيك الهم معناها. في الاخر مشيت لمركز المجلس النواب، حكيت لهم الحكايه، فما نائب قال لي اوكي تو نعاونك. بعد فيني مشيت قبل 3 يوم من السفرة، آخر حاجة مشيت لوزارة الداخلية عودت حكيت لهم، قالوا لي انسى الموضوع من مخك، تحب لك مينيموم 6 شهور، وإلا ما يكون عندك حاجة ريزون واضح، يعني يا إما إرجاع معناها، يا إما باش تداوي لبرا ولا باش تخرج ماستير سينو زايد. خرجت نبكي وقتها من وزارة الداخلية، قلت آخر عمل نكلموا النايب هذايا. كلمت قلت له انت وعدتني وما فيتش، فما الناس شرات لي معناتها بيه وانا طالبه وما نقدرش نرجع حق بيه هذيك. سخفت مش قال لي استنى شويه، كلم وزير الداخليه في درج رجع لي قال لي غدوه روح لصفاقس خذ باسبورك، يعني تليفون. روحت وقتها في عقاب الليل، وصلت 3 نتاع الصباح لصفاقس، 8 كنت عند الشرطة. الشرطة كي شافني قال لي انت شكون؟ جينا فاكس يرجون من وزيرة الداخلية، قالنا نطلعوا لها باسبور، أول مرة تجينا الحكاية هذه. صرت له قلت له أنا حتى حد، أنا عبدة عادية، ما تجيش كي نحب حاجة نوصلها نوصلها، نحب حاجة نعملها نعملها.
قال لي حط لي نمروك باش نسحق لك. بعد صدقوني هذيك كانت لي النقطة الفارقة في حياتي. يعني من وقتها ما عادش يقف قدامي حد شيء. أي حاجة نحب نعملها نعملها، ما عادش نسمع حكاية ظروف ولا حكاية حجج ولا لا. اللي يعمل حاجة اللي يحب يصر يصر. وقتها قلت أنا باش نعمل هكا، باش نوصل هكا، باش نعمل هكا. ومن وقتها بديت طلعت في 12 منحة في ظرف عامين من أقوى الجماعات ومن أقوى المنظمات في العالم. وسافرت برشا بلدان ومن غير ما ندفع حتى ملي، كلها كانت منح. يعني خدمت، مشيت للأردن، خدمت على قضايا اللاجئين السوريين، خدمت على حقوق المرأة، خاطر وليت ما عادش نتحمل أنا نشوف طفلة صغيرة تعرس، وما عادش نتحمل معناتها زواج القصر. رجعت تونس خدمت على تشغيل الشباب وبرشا حاجات قضايا معناتها أخرى. حليت مشروعي نجيب اللباس الفلسطيني التقليدي كما هذا ونبيعه هنا في تونس. و توا تقبلت في ماستير في ألمانيا زاد باش نمشي نقرا سيونس بوليتيك. حاب نقول هذا مش كلام نتاع دورات التنمية البشرية والحب والأمل والحياة، هذه تجربة يعني أنا عشتها وحبيت إني أشاركها معاكم. مش باش تقولوا مسكينة وضحية، مش باش تقولوا بطلة وبارك الله عليها، لا، ما على خاطر نعرف اللي فما برشا عباد عايشة برشا قصص حزينة ومؤلمة. حاب نقول لها ما تقفش وما تأيسش، وحط هيك المشكل والمصيبة بتاعك تصير هي التحدي وتصير هي الفرصة. هذاك هو اللي يسميوه الحظ والزهر. يعني يقول لك انتي مزهرة، والله شوف كل مرة تخطف لك كان جيت مزهرة ولا صح عليا. لا، حاجة أخرى زادة، حب روحك وعرس بروحك. يعني ما تستناش حد آخر يجي يحبني ويعرس بي عليه. وقت اللي كنت ناخو في أي حاجة أنا مشاهدة ولا منها كنت نفرح بروحي، ناخو كادو ونخرج روحي نتعشى نعمل بالكل معناها. ومن نهارتها حسيت العباد بالحق وليت تحبني، خاطر ما عادش عندي هذاك الماسك. دونك كان جا نجاح حاجة سهلة، راي الناس الكل ناجحة، لا لازمك تتعب ولازمك تشقى وعندك حياة واحدة، ما تخليش حد آخر ياخذ القرار في بلاصتك ولا القرار يفتك لك الحرية متاعك. دونك عيشوا حياتكم.